يعني انت ما بتحبش بابا اللي عشان الفلوس؟ ما بحبك بداش بحبك انت شيل ايدك من عليا. ليه؟ عايز بقى انت بتقول لي دلوقتي تيتا صح؟ تيتا مالها بقى؟ ما بتحبهاش عشان خاطر ما بتعملكش حاجه؟ اه حلو قوي. يعني حبكم انتم الثلاثه ببلاش؟ يعني انت لازم تحب حد بفلوس؟ اه. ازاي يعني تحب حد بفلوس؟ مين اللي علمك الحاجه الوحشه دي؟ انا اللي بقى انا اللي علمت وبس. يلا الرؤية كنت عامل فيديو كده بجمع صور عيد ميلاد الرؤية. هو ابني بيحبني جدا على فكرة، والفيديو اللي موجود ده مجرد تحفيز. واخر الفيديو انا كنت قاعد معاه الحب اللي هو بيده واتعشت معاه، فابني حس ان ايه ان خلاص يقدر يتكلم. طب اقول له هتاخدني انا قدام جد؟ قال لي انا خايف يجرح. ما في 50 جنيه ولا ناخد ابنك ولا انا اللي اخد ابنك.